هاي اي لاف يو. اهلا مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى النهارده جبت لكم معايا ايه. جبت لكم معايا قرد عملاق بيتي هاجز مكتوب عليه اي لاف تو هاج. واو ايه ده، مكتوب عليه فينجر لينكس هاكس. ايه ده، تعالوا بقى نفتحه ونشوف يا ترى القرد العملاق ده بيعمل ايه. بصوا ده بيحب يحضن جدا، وكمان بيقدر ان هو يتجاوب معايا لو انا بكلمه او كده، بيقعد يعمل اصوات وبيحب جدا ان هو يتكلم ويحضني ويقعد يلعب معايا. ده حلو جدا للاطفال تحت سن سنتين، وكمان الكبار يقدروا ان هم يلعبوا بيه، مفيش اي خطر على الاطفال عشان خاطر كله ايه محشي قطن كده، فمش بيبقى في اي حاجه شارب ادجز. بصي كنت جبت لكم القرد تابل كده بيمسك في الصباع وبيقف عليه، شكله حلو جدا شبهه قوي، بس ده طبعا نوع تاني. بصوا ده بيقدر ان هو يحرك عينه وراسه، تحسوا ان ده بابا او ده البيبي بتاعه، شكلهم حلوين جدا. هنفتح بقى الدبدوب الاكس اكس لارج الايه المانكي اللي بيحب يحضن ده. تعال نشوف ده شكله جديد جدا، وترى بيقعد يحضن ايه، هنشوف مع بعض. اوكي اهو بصوا بقى طلعناها، ايده كبيره جدا، رفيعه من هنا لكن تخينه من هنا. بصوا ايده طويله ازاي، واو. وبيقعد بقى ممكن نحط ايدينا جوه يوم جاي بقى حاضننا، والصراحه نفسي اقعد احضن فيه على طول واخده في حضني بقى وانا نايمه. ممكن جاي مشبكه له ايده كده وانا خارجه، ممكن اقدر ان انا امسكه من ايده اهو. بصوا بقى الشعر الأورنج بتاعه ده شكله حلو قوي. الله، وهنا بقى واقف كده، واو ده شكله فعلا فظيع اهو. بص بقى دي الاتنين شكلهم حلوين ازاي، وبيتقفلوا بقى كده في زي عشو وبعشو. نقدر بقى ان احنا نقفلهم. الله، هنقدر بقى ان احنا نضغط على وشه، وهنا بقى كمان نقدر ان احنا نحضنه عادي جدا. وبيقدر ان هو بصراحه لما بحط ايدي على بقه بيقعد يبوس، وبص بيقعد يلعب معايا وبيعمل اصوات ان هو مبسوط زي صوت المانكي كده. وبيقف بقى ايده كمان كبيره جدا، ممكن اقعد احضنه واقعد العب واشخشخه كده وهشكه زي ما بهشك البيبي. بصوا مبسوط جدا، واو الصراحة بيقعد يعمل أصوات مضحكة قوي، كان نفسي انتوا تسمعوها. أي ممكن خبط كمان على ظهره لو عايز ان هو يتكرع ده ولا ايه. عامل زي البيبي صغنون، بيقعد يلعب معاه، بيكون بقى صديقي الصدوق الانتيم بتاعي اهو. قاعدة بقى خبط عليه، واو هو قاعد بقى مبسوط جدا ان انا قاعدة بلعب معاه وبيتجاوب معايا. شفت بقى، ممكن اشد له ودنه، اضربه على ظهره، اقعد ادغدغه، اقعد اهزه، اقعد العب معاه واطيره بقى في الهواء. وممكن كمان انا انيمه في حضني. بصوا عينه بتنام ازاي، اول لما انام كده اقعد اخبط له على بطنه يوم جاي نايم خالص، واعمل له مساج وازغزغه. الله بصوا بقى فرحان ازاي وانا بتعامل معاه، قعدوا بزغزغه بقى وهو مبسوط قوي، مش مصدق الصراحه ان انا عامله زغزغه كده. واو قاعد بقى بيتزغزغ. الله، نبص لما بحط ايدي كده على بقه كاني كاني حطيت وشي، بيقوم جاي بايسني. واو هو بس بيقعد يبص بقى في الهواء. الله، وقعد بقى العب معاه، امسكه كده من ايده وقعد اهزه بقى ومركحه. بص بيقعد يتشعلق علي زي القرد ما بيعمل في الغابة فعلا، وبيقعد يتشعلق على الاشجار، وبيقعد بقى يشاور هنا كمان، وممكن نخليه يقعد يسقف. الله صراحة شكله كيوت جدا جدا جدا، وانا بحبه قوي صراحة لما بيقعد يبوس، ولما بيقعد يضحك لما بزغزغه، ولما بقعد اتطبل على ظهره، ولما بقرصه من ودنه لو عمل حاجة ضايقتني مثلا. بص شكله كيوت ازاي. وهنا بقى في صوت لما بيجي يتكلم بيقعد يتكلم معايا. الله لا شكله فعلا كيوت جدا جدا جدا.
انا عن نفسي معجبه جدا بالقرد الفصيع ده الاكس اكس لارج، اسمه وي اكس اكس لارج فينجر لينكس هاكس مونكي انتراكتيف، كمان بيتفاعل معاه بيقعد يتكلم المونكي الفظيع ده، وايده الاثنين بتقفل على بعض، فممكن اخليه يحضني يوم جاي ربط ايده الاثنين فما يتفكش مني مثلا وانا نايمه في السرير او وانا خارجه، وممكن اقلبه كده بقى من ظهره. الله شفت بقى شكله حلو ازاي، الله شفت بقى شكله فعلا مجنن اهو. انا بقى بفضل العب معاه. قولي يا صاحبي بقى في الكومنتات يا ترى اني مونكي عجبكم اكتر، العملاق الاكس اكس لارج ولا المونكي الصغنون ده؟ هستنى بقى الكومنتات بتاعتكم، واتمنى المونكي العملاق اللي بيقعد يحضن ده عجبكم، ده شكله فعلا فظيع وانا الصراحة عجبني جدا جدا جدا. فهستنى بقى الكومنتات بتاعتكم، بليز منسوش انتوا تعملوا ايه، لايك سبسكرايب شيرلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.